يا جواد ابن الحاج أحمد ابن حسن ابن سلمان ابن حسن، أأنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو ربك، وأن محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله فهو نبيك، ثم الخليفة من بعده بلا فصل بالنص اللازم علي بن أبي طالب، فهو إمامك ووليك.